And then until the end of July, they must have their General Assembly and new elections. ينضم إلينا من العاصمة الأردنية رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية السيد رعد حمودي. كابتن رعد، ما رأيك بما سمعت من تصريح البلاتر حول إقامة انتخابات اتحاد الكرة خلال نهاية تموز المقبل؟ هل هذا ما نصت عليه خارطة الطريق التي اتفقتم عليها مع اتحاد الكرة هناك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بك اخي حسام. اول شيء احنا عندنا خارطة الطريق مع الاتحاد العراقي، الجهة المعنية بالعراق. نعم. واحد. اثنين، هذه خارطة الطريق اللي وضعوها الاخوان في الاتحاد لابد ان تحترم، وهذا شيء داخلي. اثنين، احنا نحترم اللوائح والقوانين الدولية للاتحاد الدولي، وعليهم ايضا ان يحترموا الشأن الداخلي في العراق. نعم. لدينا سلطة عليا، السلطة العليا هي الهيئة العامة، الهيئة العامة هي اللي تقرر متى واين ستقام الانتخابات. نعم. وليست املاءات خارجية احنا يعني في غنى عنها. وعليه وعليه اعتقد انه انا قلت هذا الكلام، احنا نرفض اي تمديد، وهذا شأن داخلي، واذا اصر الاتحاد الدولي على هذا الخط الطريق وعلى هذه الاملاءات سنذهب الى محكمة الكأس لتكون هي الفيصل والفاصل لحتى كل واحد ياخذ حقه. طيب، واتمنى نعم. واتمنى انه ما نوصل لهذه المرحله. نعم. هل تعتقد ان الامور يمكن تسويتها داخليا بما يضمن اقامه الانتخابات في الشهر المقبل بعيدا عن تدخل الفيفا، اذا ما علمنا ان اليوم كان اجتماع مشترك للاولمبيه واتحاد الكره مثلا؟ بالتاكيد الاخوان في الاتحاد رافضين هذه الفكره، ويحترمون الاتفاق اللي حصل بيننا وبينهم وخط الطريق، وعليه احنا ماشيين في هذا الطريق الى نهايه المطاف والاجراء انتخابات ان شاء الله في نيسان. نعم. وبرايك لو يعني لا سامح الله اذا اصر الفيفا على هذا الشيء وهذه التحديدات والاملاءات، هل ستعتقد ان الازمه ستنشب من جديد بعد ما خمدت نارها يعني خلال الايام الاخيره؟ اذا هم يحترمون الاتحاد الدولي يحترم القانون، ايضا احنا نحترم القانون. هذا واحد. نعم. اثنين، فعليه هناك محكمة شفنا يعرفوها الاتحاد الدولي، محكمة الكأس هي راح تكون الفاصل بيننا وبين الاتحاد الدولي. نعم. نعم. ولكن إذا اتفقتم مع اتحاد الكرة وبعثوا رسالة يعني تحل الأمور. إن شاء الله إن شاء الله احنا هذا اللي نتمناه من الاتحاد الدولي، أنه يكون هناك إملاءات داخل خارجية. نعم. على شأن داخلي احنا أحرص منهم في شأننا الداخلي. نعم. كابتن رعد، هل اتصلتم ببلاتر خلال وجوده في عمان وأنتم الآن في عمان أيضا؟ ابدا، ليس هناك اي اتصال مع بلاتر او غير بلاتر، فقط كان هناك مباحثات في زيورخ بالاتحاد الدولي فقط مع مدير عام الاتحادات الوطنيه، هذا اللي شفناه. نعم. وتكلمنا وياه بكل صراحه ووضوح، وقلنا له انه خارطة الطريق موجوده بيننا وبين اتحاد القدم، وعليهم ان يحترموا هذه خارطة الطريق. نعم. طيب، هل هناك اجتماع سيكون مقبل بينكم وبين اتحاد الكرة والهيئة العامة والأندية التي انسحبت قبل أيام؟ سمعنا هناك مساعي أيضا اللي رأي بالصدع في هذا الموضوع. يعني أتمنى على الأخوان اللي هم عندهم رأي آخر أن يشوفون يشاهدون شنو هي الإملاءات الخارجية. علينا أن نوحد كلمتنا في الداخل. نعم. علينا أن نتفق جميعا في الداخل، علينا أن نتحاور بهدوء في سبيل أن نخرج من هذه الأزمة بأقل الخسائر، تكون هناك عندنا انتخابات، ودي يشوفون أيضا هي الـ يعني تسميها المعركة معركة مو سهلة، معركة صعبة بيننا وبين الاتحاد الدولي، فعليه من يكون عندنا قرار واحد أو صوت واحد في الداخل، أعتقد راح نكون جدا أقوياء. نعم. من عمان رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية السيد رعد حمودي، شكرا جزيلا. أخبار الرياضة انتهت أعزائي المشاهدين، شكرا لكم.